أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا شاب أبلغ من العمر نحو 30 عاما ولا أعمل، وأنا حاصل على شهادة عالية في مجال طب الأمراض منذ 5 سنوات، وأنا أكبر إخوتي ولم أتحصل على عمل إلى الآن. وقد عرض علي أحد الأصدقاء عملا في مجالي، ولكن بشرط أن أخفف اللحية تخفيفا، والوضع عندنا يحاسب على إعفاء اللحية، فما توجيه فضيلتكم لمثل حالتي؟ ما علاقة اللحية بالعمل؟ اللحية ما لها علاقة بالعمل، هذا من النفاق. هذا يقول لك الكلام، هذا دليل على نفاقه، فلا تطعه، هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والرزق عند الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا وجدت عمل بدون ارتكاب معصية فاقبله، وإذا لم تجد عملا إلا بارتكاب معصية فلا تقبله، وما عند الله خير وأبقى.